السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كيس سعيد يهاجم الغانوشي، ضمنيا يعتقد نفسه رئيس تونس. في إشارة رئيس البرلمان الغانوشي، قال الرئيس التونسي كيس سعيد اليوم الجمعة انه صمت على العديد من التجاوزات في وقت من الاوقات، من يعتقد انه رئيس المؤسسة او رئيس الدولة فهو مخطئ، واضاف ان هناك جهات حاولت توظيف الدستور لصالحها، وشنو الجهات تعمل ورا الستارة وتغير موقفها بناء على مصالحها. كما اضاف، اعرف من يحرك الشارع ويفتعل الازمات ولن اترك الدولة تسقط. لفت الى ان النيابة كان عليها تحرك ضد الاساءات اللي تطالت رئيس الدولة، لا احد فوق القانون. اما فيما يخص مشاهد ضرب وتعرية وساحل الرئيس التونسي رئيس الحكومة الشمشيشي بسياق منتهجات تهدد وحدة الدولة، وقال أن الدولة التونسية واحدة وأن الدستور منحها واجب الحفاظ عليها، شديدا على أن لا أحد فوق القانون. تمكن أنه لا مجال لاستغلال أي مناصب لتحويل إلى مركز قوة أو ضغط لضرب وحدة البلاد بحسب ما أعلنت الرئاسة. جاء ذلك على خلفية تعرض شاب لضرب وتعرية والسحل في الطريق العام على يد رجال الشرطة لضواحي العاصمة. وتداولت موقع التواصل الاجتماعي منذ وسائل الأربعاء مقطع فيديو وثق الاعتداء عنيف تعرضه له شاب على يد رجال الامن في منطقة سيد حسين السيوم، وظهر الشاب هو ملقى على الارض وتعرض للضرب والدهس بالارجل بعد تجريده بالكامل من ثيابه، ثم جره وزعله واقتياده عاريا الى سيارة الشرطة امام المرأة الذين ارتفعت اصواتهم للكف عن ضربه. ودان العديد من النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان التونسي خميس الحارس وصفين المشهد بالصدمة والمأساة لصورة البلاد، مطالبين السلطات القضائية بفتحه. وكانت منطقة سيد حسين السيومي شهدت مساء الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثالثة على التوالي، استعملت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. اللهم احفظ الشعب التونسي ولا نتركهم في أيدي الأمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.